السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في مادة التربية الدينية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس جديد بعنوان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. النهاردة هناخد شخصية جميلة جدا جدا، هنحب إن احنا نسمعها ونقرأها ونعرف عنها كل حاجة، اللي هي إيه؟ شخصية سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. أول حاجة نسبه وإسلامه. كان جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب، هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين الأولين في الإسلام، وهو أخو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى مين هو سيدنا جعفر بن أبي طالب؟ هو جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب. يبقى مين؟ يبقى ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين الأولين في الإسلام. خلاص، أول من سبق الدخول في الإسلام، وهو أخو سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، خلقه: لقب جعفر ابن أبي طالب بألقاب كثيرة، منها أبو المساكين. يبقى لقبه هو أبو المساكين. يبقى من الذي لقب بأبو المساكين؟ هو جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، وذلك لرحمته بهم، كان رحيم بهم عطوف عليهم. يقول عنه أبو هريرة: كان جعفر أخير الناس للمساكين، فكان يذهب بنا إلى بيته فيطعمنا ما كان فيه، كما إنه عرف بحسن الخلق. فقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي، يعني يشبه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. كان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في أخلاقه. وإحنا طبعا ياريت كلنا نتشبه بأخلاق الرسول، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هو علمنا حسن الأخلاق وحسن المعاملة بالحب والعطف على المساكين والمحتاجين، فكانت دي أخلاق سيدنا جعفر بن أبي طالب. كان بيعطف عليهم، رحيم بهم، كان بيأخذ المساكين إلى بيته ويطعمهم كل اللي كان في بيته، فعشان كده عرف بحسن إيه؟ الخلق. أيضا في الهجرة إلى الحبشة، في هجرته إلى الحبشة لما اشتد إيذاء قريش للمسلمين، طبعا كلنا عارفين قريش وكانوا قد إيه بيأذوا المسلمين، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. اشمعنى الحبشة؟ لأن الحبشة كان يحكمها ملك عادل، فكان جعفر بن أبي طالب وزوجته من أول المهاجرين. وعندما علمت قريش بهجرتهم أرسلت رجلين إلى النجاشي ملك الحبشة العادل ليعود بالمسلمين إلى مكة. ولما ذهب إلى النجاشي أراد أن يسمع عن هذا الدين، فاختار المسلمون جعفر بن أبي طالب ليتحدث بالنيابة عنهم. يعني هم المسلمين كلهم قالوا: مين هيروح بالنيابة عننا يقف مع ملك الحبشة ويتحدث بالنيابة عننا، يتكلم بالنيابة عننا؟ قالوا: هنختار جعفر بن أبي طالب. اشمعنى اختاروا جعفر بن أبي طالب؟ عشان مع إيه؟ موثوق فيه، شجاع، معروف حسبه ونسبه ان هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم واخو سيدنا علي بن ابي طالب، فشخص موثوق فيه، فهبعته يتكلم بالنيابه عن المسلمين كلهم. المسلمين عملوا كده، بعتوا جعفر بن ابي طالب. وقف جعفر بن ابي طالب بشجاعه امام النجاشي، وقف ايه؟ بشجاعه، وقال له: ايها الملك، كنا قوم اهل جاهليه نعبد الاصنام ونسيء الجوار، يأكل القوي الضعيف، حتى بعث الله عز وجل رسول منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله الواحد وترك ما كنا نعبد وآباؤنا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، فصدقناه وآمنا به، فعدا علينا قومنا وعذبونا، فلما قهرونا خرجنا إلى بلدك فاخترناك على من سواك، يعني اخترناك أنت دون غيرك، ورجاؤنا ألا نظلم عندك، يعني ما تظلمناش، يعني ما تسلمناش لقريش وما تظلمناش. طبعا ملك الحبشة النجاشي العادل بكى لما قرأ عليه سيدنا جعفر بعد آيات سورة مريم، ورفض فعلا تسليمهم إلى قريش، ما سلمش المسلمين إلى قريش، بل حبهم ورحب بهم ورحمهم. وبهذا يكون نجح جعفر في حماية المسلمين بشجاعته وفصاحته وقوة حجته. يبقى كيف نجح جعفر في حماية المسلمين ومقابلة ملك الحبشة العادل؟ بشجاعته وفصاحته وقوة حجته. خلاص،
وبكده نكون اتعرفنا على شخصية سيدنا جعفر بن أبي طالب، إنه خلوق لقب بأبو المساكين، لقب أيضا معروف بالشجاعة والفصاحة اللسان، وأخلاقه كان يتحلى بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخو سيدنا علي بن أبي طالب، ومن السابقين الأولين في الإسلام. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، إلى اللقاء، ألقاكم على خير إن شاء الله.